السادة أعضاء الوفد الفلسطيني، الزملاء والزميلات من الوفد المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في بلدكم السامي مصر، متمنيا لكم طيب الإقامة، وأن أعبر لكم عن ارتياحنا لهذه الخطوة الجديدة في مسيرة العلاقات الفلسطينية المصرية ذات الطبيعة الشديدة الخصوصية. ارتياحنا بهذا الصدد لا ينبع فقط من خصوصية روابط البلدين وما يجمعهما من روابط تاريخ مشترك وأواصر دم وقرابة متضامن، وإنما أيضا من توقيت الانعقاد، حيث تمر المنطقة كلها بتحولات ضخمة تفرض ضرورة تعميق التشاور والبناء على خصوصية هذه العلاقات. سعادة السفير، عندما نحرص على انعقاد هذه الاجتماعات وقبيل أسابيع قليلة من الاستحقاق الرئاسي في مصر، فإننا نؤكد مجددا على أن مصر حكومة وشعبا تواصل دعمها لشعب فلسطين الشقيق على كافة الأصعدة، وهو دعم لا يقتصر على البعد السياسي، وإنما يمتد ليشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونؤكد دوما على أن أحد أبرز أولويات السياسة الخارجية المصرية هو دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق دولته الحرة وإقامة حكومة وطنية مستقلة على أراضي في فلسطين في كافة مجالات دعم وبناء القدرة. وقدمت وستواصل دبلوماسية جهودها وكفاحها من أجل دعم التحرك الفلسطيني على كافة الأصعدة. لكم الأخوة والأخوات أننا سنواصل العمل معكم في كافة المحافل الدولية والإقليمية حتى تحقيق كافة الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك بإذن الله لبناء وازدهار الدولة الفلسطينية. اجتماعنا اليوم تحضير بغرض بلورة وتحديد كافة مجالات التعاون، وكذلك التعاون في إطار الشراكة المتوسطية، إضافة إلى التنسيق الثنائي بما يخص قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. إننا نتطلع ونحن على ثقة إلى دور مصر المركزي والهام في دعم الجانب الفلسطيني وتمكنه من الانضمام إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية اتفاقية أغادير، وذلك بعد صدور الموافقة المبدئية على قبول دولة فلسطين عضوا في هذه الاتفاقية. الأخوة والأخوات الأعزاء، لقد تم تبادل الاتفاقيات المقترحة بين الجانبين والتي سيتم التباحث بشأنها تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى اللجنة العليا المشتركة والتي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام. وتشمل هذه الاتفاقيات المجالات التجارية والزراعية والسياحية والطاقة، وكذلك في مجال التعليم والثقافة والصحة والعدل والإعلام والاتصالات والتعاون في مجال النقل والطيران والشباب والرياضة وغير ذلك.